سلام بنات، يلا فقط اول حاجه غندير هو نشرب واحد الكاس ديال الماء دافي. يلا سخنتو دونك ماء دافي ومراه غادي نوجد القهوه ديالي. غادي نزيد عليها الزبده ديال الكي وشويه ديال لاكريم. خليوكم معايا. هذه هي الكميه اللي كندير ديال الزبده وديال لاكريم، قدر ديال معلقه صغيره. الناس الوغ مورا ما شربت القهوه مشيت ديت بنتي للمدرسه كيف ما شفتوا معايا. رجعت للدار دابا تسعود. اول حاجه غنديرها غنديروا لا سيونس دو سبور مع البنات في الجروب، وباش من بعد ان شاء الله نمشي نجمع الدار ونقضي الشغل ديالي قبل ما نمشي نجيب بنتي مع 12. دونك انا باقا صايمه وغنبقى صايمه حتى الوحده ان شاء الله، عاد ندير اول وجبه ديالي باش نكمل 18 ساعه ديال الصيام، حيت البارح اخر وجبه درتها مع السبعه، من تما ما بقيت كليت والو، وهذا الصباح شربت غير القهوه، والقهوه راه ما كتهرش لكم الصيام الا كنتو محتاجين تنقصوا الوزن. اما الا كنتو باغين كاع لي بيان في ديال الصيام متقاطع، يعني لا ريجينيراسيون سيلولير اكسيتيرا، بهذيك الحاله ما خاصناش نشربوا حتى القهوه الدهنيه. ولكن مادام حنا الغرض ديالنا هو اننا نقصوا الوزن، ماشي مشكل الا شربنا القهوه الدهنيه في الصباح. اوكي دونك غنمشي ندير لا سيونس ديالي وان شاء الله نتلاقاو من بعد. كوكو الوغ هادي 12 سمين، يلا دخلت مشيت جبت بنتي وجيت نشارك معاكم الوجبه ديالي اللي وجدت. يا هادي دونك عندي قهوه بالحليب ديال اللوز اللي بلا سكر، عندي طرونش ديال الفرماج، هاد الخبز هو صاوبتو هاديك السيمانه، راه كله مصاوب غير بالزريعه وبالطحين ديال زريعه الكتان مطحونه على شكل طحين، وكنزيد فيها الزريعه الخميره والملحه وكنطيبها في الفران. عندي هنايا ثلاثه ديال البيضات قسمتهم على جوج. دونك هذا هو اول وجبه ديالي ان شاء الله، غادي ناكلها وغادي نخرج. كوكو البنات، لقيتوني كليت دغيا دغيا وخرجت، عندي واحد الشغل خاصني نقضيه معايا بنتي. دونك ان شاء الله صافي كليت ساليت، فاش غادي نرجع للدار غادي نحاول انني نشرب واحد لتر ديال الماء، وغادي نشرب لي فيتامين ديالي اللي نسيت ما خديتهم هاد الصباح. اي دونك غنحاول انني ما نديرش اون كولاسيون، حيت هاد لا سيمين هادي بغيت نيفيتي انني ندير دي بوتي هكا في العشيه. دونك لو بروغرام سي كو غادي ندير جوج وجبات في النهار، اللي هما البرومييغ روبا ديال ميدي والدوزيام روبا ديال 19 ديال السبعة ديال العشية. اي صايي غادي يكون فيهم كاع لو نيسيسير باش انني نكون مزيانة ان شاء الله. دونك كيف ما شفتو عندي لا سورس دو بروتين اللي هو البيض، عندي لو فروماج اللي فيه لو غرا، اي لو بان اللي فيه دي فيبر. ما كانش عندي الخضرة اليوم، مي غادي نعوضها اليوم في العشية، دونك غادي نحاول ندير دو بورسيون ديال الخضرة، دونك اون بون كونتيتي ديال الخضرة باش نعوض لي فيتامين اللي ما كليتش هاد الصباح. اي سي سا دونك ان شاء الله خليكم معايا، انا غنحاول نشارك معاكم في العشية فاش غادي نرجع. ا توت الوغ. كوكو البنات، كنت غنساكم لقيتوني يلاه دخلت دابا الخمسة.
إيه شنو درت؟ كنت خليت بقى لي واحد شويه ديال الحليب من الوجبه الاولى. الوغ دخلت زدت عليها واحد الكافي اكسبريسو، وزدت عليها شويه ديال لا كريم اونتيير سون لاكتوز. كندير سون لاكتوز حيت صراحه اللاكتوز انا كيبرزني بزاف كرشي راني كنشرب فيها. هادي قهوه دهنيه اللي كتخليك انك تحسي بشبعه، دونك الا كان فيك الجوع في العشيه وما قدرتيش تحكمي في راسك ديري واحد القهوه وديري فيها شويه ديال لا كريم فريش اونتيير اللي ما كيكونش فيها سكر راجوتي، ما تيكونوش زايدين فيها السكر، تكون فيها تقريبا واحد 3 غرام ديال الجلوسيد. انا التي نوريها لكم هي اللي كندير نيت في الصباح. هنا راه كنت كنوجد الخبز لبنتي. المهم ها هي هادي دونك زيرو لاكتوز. اي هنا شوفوا فيها فين هما، ها هما فيها 2.2 ديال السكر وديال لي كارب بور 100 غرام، في انا ما كنديرش ميم با 10 غرام منها، دونك راه عندك واحد 0.2% ديال لي جلوسيد. دونك غنشرب ان شاء الله وعاد غادي ندوز باش نبدا نوجد الوجبه الثانيه اللي ما غنحاول انني ناكل شويه بكري. اي هنا راني كتلقاني انا عندي لاجندا، دونك كنحاول انني نكتب كل نهار شنو كناكل شنو ما كناكلش، كنحاول ندير واحد البروغرام لو بوا اكسيتيرا باش كنبقى هكا تساعدني باش انا عزيز عليا انني نكتب اي حاجه كنديرها كنحس براسي كنعطيها قيمه اكثر. المهم جربوا هاد القضيه راه كتساعد. اي صافي غنشرب قهوه ديالي دابا ونوض اتاكي لا كويزين ونقدر نشارك معاكم. المهم جبت واحد الميكا ديال الصدر ديال الدجاج ومازال ما عرفتش باش نقدر ناكومبانيها، عندي كورجيت عندي فلفله. المهم غادي نفكر وديك الساعه راه نوريكم ان شاء الله. اوكي دونك هو هذا ما نزيدش نطول. دونك هاني كنت نساكم عاوتاني. الوغ هنا الدجاج اللي كنت جبت دونك درت ليه غير لوريغون الزعتره، ما عنديش القزبر الفلفل البزار شويه ديال البابريكا الفلفله حمراء شويه ديال السكنجبير والثومه والملحه هذه كنستعمل ديال الهيمالايا دونك درتها لي وغنخليه شويه. هنايا عندي الكرعه كورجيت غادي نقطعها طروفا مع واحد نص بصله غادي نشحرها وغادي ندير معاها لوغي دو كونياك. هاد لوغي راه سون راه زعما ما فيهش جلوسيد في فريمون اون راه تنعرفش نهضر انا سمعوا ليا كنبغي نزرب باش ما نطولش لكم الفيديو. دونك هذا غي دو كونياك كنشريه من اكسيون، تقدروا تكونوا شفتوه سينو البنات اللي ما عندهمش اكسيون اون ايطالي ولا في المغرب راه تقدروا تلقاوه في دي سيت اونلاين. هي تيخرجوه من واحد لا بلونت ديال الكونياك كيصنعوا منها هكا سوا النودل سوا لو غي سوا دي با دي سباغيتي، وصراحه المذاق ديالها با مال ماشي شي مذاق، يعني خاصكم نتوما ديروا معاه اون بون صوص باش يجيكم بنين، مي سينو راه سافا تقدروا انكم تعوضوا به الروز اولا ماشي بزاف حيت تنفخ اسمحوا لي. مهم دونك هذا راه مسموح في اللو كارب، فيه النسبه ديال النشويات هابطه بزاف وقيلا فيه غير شي 5 كنت كنقرا باش نوريكم، ولكن ها هو فيه 7 كالوري بريفو دي غراسو. مهم ما كاتبينش هنايا لي فالور نوتريسيونيل، ها هما ها هما هما سمحوا لي. دونك فيه 0.00 فيه لي بروتين لي فيبر 3.5 غرام دو فيبر، سينو ما فيه لا جلوسيد لا سكر لا والو، راه مزيان بزاف. المهم غادي ندير بحال اون سورت دو ريسوتو غنزيد فيه من بعد البارميزون و اكوتي غندير معاه شويه ديال الدجاج. اوكي دونك ندوز نوجد ونوريكم من بعد الشكل النهائي، ما نوريكمش لي باساج حيت فريمون شي حاجه ساهله ما تحتاج انني نوريكم شنو هو زعما لا غوسيت حيت انا ماشي شي طباخ ماهر. وبس ما ننساش نفكركم في كنت خارجه العشيه كامله وما شربتش الصباح، شربت يترو ديال الماء من مورا لا سيونس دو سبور مع سعود، ولكن في العشيه ما شربتش الماء. اذا وانا كنطيب وانا كنشرب الماء ديالي دونك راكم شفتوا خديت القهوه دابا راها قريبه 6
انا بديت كنطيب وانايا كنطيب وانايا كنشرب الماء ديالي دونك كنحط الكاس حدايا باش ما ننساش فيما كنشوف اخوا كنمشي نعمرو ونعاود نحطو حدايا. هذا كيساعدكم باش انكم فاش كتجيو تاكلوا ما كتكونش عند فيكم واحد الجوع ما يعني كتكونوا شابعين حيت بعض المرات ما كنحسوش براسنا كيتحاب لينا راسنا راه فينا الجوع وحنا راه فينا غير العطش. دونك سبقوا ديما الماء وإلا قدرتوا البنات راه وريتكم ديك المره انا تنساه اما سينو راه مزيان قبل من الوجبات ديالكم بواحد ثلث ساعه ديروا كاس ديال الماء وديروا فيه مثلا واحد جوج معالق اولا ثلاثه ديال انا دابا غندير بلا معلقه المهم هما جوج اولا ثلاثه المعالق ديال خل التفاح وحركوه وشربوه بلا باي. اولا تيساعدنا على الهضم تيساعدنا كيخلي لينا السكر في الدم ستابل وكيساعد على الحرق الا داومناه بحال انا ما تنداوموش كنساه ديما كنساه كنبغي نشربو في الصباح وفي العشيه ولكن كنساه. مهم الا قدرتو الخل ديال التفاح نون باستوريزي مهم بزاف والا قدرتو تلقاو شي مارك بيا غيكون من الاحسن وما تنساوش الباي باش ما يخسرش ليكم سنانكم. اوكي دونك غادي نشربو وغادي نكمل. دونك مرة ما كليت الوجبة الأخرى ديالي نبت نهز فيا دابا نسيت لي ماما شربت البروبوليس كناخد البروبوليس على حسب ليميتي زوين بزاف دونك فيو كنسيتو البارح اليوم غناخد جوج اليوم وأبخي يلاه سخنت الما غادي نمشي لاتيزان ديالي. هاد لاتيزان كنت خديتها من هولندا مباريط المهم أي تيزان كيعجبني ندير شي حاجة في الليل هكا نشربها سخونة دونك هو هدا غنشرب هدا. اي دونك انا حطيتها دابا غنخليها اون انفوزيون كلكو مينوت بما ساليت الشمع ديال لا كويزين وغادي نطلع للفراج. دابا هادي تمنية قل تولوز باقي الحال ولكن الصراحه نص الصباح وانا فايقه متكيت ما جلست ما نعست جو سوي اون موفمون ديبوي سو ماتا والزوين ديال هاد لاليمونطاسيون هو انها فغيمون كتعطيك واحد لانيرجي دو فو الحمد لله وسبحان الله يعني كتحسي براسك ما كتحسيش بالعيا سورتو في العشيه كيف وريتكم فاش خديت هذاك لو كافي غا هذاك تزيد يعطيك الطاقه حيت فيه الدهون هذوك الدهون كي ترانسفورماو ديريكتومون اون انرجي اي كيبقاو ستابل في لو سون ماشي بحال السكر كيطلع وكيهبط كيطلع وكيهبط الدهون كتبقى لينا ستابل دونك كتعطينا واحد لانيرجي كونتينيو. اي هذا هو النهار ديالي دونك حاولت نشارك معكم غير كاع لي زيتاب اليوم كان نهار يعني مزيان دي فوا كندير هكا دي بيتي غودي دي بيتي كولاسيون كنقب شويه من هنا من هنا من يوم حاولت انني نرد البال راسي وكليت غير جوج وجبات اللي وريتكم وشربت القهوه الصباح والقهوه العشيه ودابا لاتيزان. اي دونك سي سا ما تنساوش انكم ديروا لي لايك الا بغيتو تشوفوا دي فيديو بحال هكا اكثر و تخليوا لي دي كومونتير اسئله الا بغيتو تعرفوا شي حاجه وهذا نخليكم.